مخطط اتفاق لوزان الثاني حول شنغال وقصة الإدارة الذاتية والدور الباكيكي ومهمتها. الجزء الثاني، أزمة الشرق الأوسط والقوى الاستعمارية وحقيقة وجود الباكيكا في إقليم كردستان وشنغال. تواجد الباكيكا في شنغال والذي بدأ عام 14 لم يتم توضيحه بالتمام لغاية الآن. محاولات الباكيكا خلق صورة خرافية حول أن 12 مقاتلا من الجريلا أنقذوا الإزدين لا حقيقة لها. نعم، ينبغي كشف حقيقة هجمات الباكيكا المتواصلة على شنغال وموقفها تجاه عملية تحريرها بشكل يومي، ولكن ينبغي أولا توضيح مغزى وجود الباكيكا في شنغال على المستوى الإقليمي والتاريخي. فتواجد الباكيكا في شنغال لم يكن على نحو مفاجئ، بل هناك قوى جلبتها لهناك، وللإجابة على تساؤل من جلبها إلى هناك ولماذا، من الضروري اللحاظ بالأزمة التي عصفت بالشرق الأوسط على مراحلها. واجه النظام السياسي في الشرق الأوسط مشاكل كبيرة من حيث بنيته السياسية والعسكرية والاجتماعية. حدث ثلاثة مراحل متطورة في التسعينيات وبداية الألفية الثانية وعقده الأول. هذه القمم أثرت بشكل مباشر ومؤثر على الكرد ومصيرهم. في القمة الأولى في التسعينيات تم الاعتراف بهم من قبل النظام الدولي للمرة الأولى. عام 92 ارتقوا المنصات السياسية من خلال برلمان ومجلس وزراء إقليم كردستان. وفي القمة الثانية بعد الألفية الثانية كان للكرد كحكومة إقليم كردستان عام 2004 هوية سياسية رسمية. أما المرحلة الثالثة عام 2010 فكانت فترة فتحت الطريق لانتقال تجربة إقليم كردستان إلى باقي أجزائه وريادة مسيرة إرادة الإدارات المستقلة هناك. في القمتين الأوليتين اكتسب الكرد الشرعية والحكم الذاتي والفرص الاقتصادية وتغلبوا على مشكلة انعدام الثقة وتخطوها، فأصبحوا هاجسا يثير كبرى مخاوف بعض الأطراف. وعند النظر إلى تاريخ الباكيكا في التسعينيات من هذا المنظور يتم فهم واقع الباكيكا وحقيقتها اليوم بشكل أسهل. إيجاز قولنا هو أن القوى الاستعمارية الرئيسية الأربع في الشرق الأوسط، إيران، تركيا، العراق، سوريا، وفي التسعينيات لم ترغب في أن يتخطى الكرد ويجتاز حدود لوزان. ولنلقي النظر على الباكيكا، كان أجلا في دمشق يتمتع بحماية الأسد. بجانب أبتو هناك يالتشين كوتشوك مفكر النظام الكمالي، حيث يقوم رئيس وزراء تركيا عن إبلاغ عبدالله أوجالان عن طريق كوتشوك بأنه سيتعرض لمحاولة اغتيال. بينما في الجانب الآخر هناك إيران وهي أشد التفاتا للانتباه، فقادة الباكيكا وبالأخص جميل بايك يعيش في أورميا في كنف رعاية المخابرات الإيرانية. كما تمتلك الباكيكا عن طريق قياديها رضا ألتون علاقات بنظام صدام، حيث يلتقي رضا ألتون بقائد جيش نظام صدام في كركوك الموصل. ينقلون الأسلحة من سوريا عبر العراق، فكيف يعقل أن تكون الدول الأربع الأعتى عداوة للكرد على صلة وعلاقة بالباكيكا في نفس الوقت؟ تعزو الباكيكا هذه القضية برماتها وتربطها بالذكاء السياسي لعبدالله أوجالان. تقول إن أوجالان يستخدم الجميع، لكن الحقيقة الوحيدة هي أن الباكيكا لم تستخدم أحدا على الإطلاق، بل يتم استخدام الباكيكا وتوظيفها كمرتزقة وجحوش من قبل الدول الإقليمية لمصالحها وأجندتها. بداية عام 90 شرعت الباكيكا بمعاداة جميع التنظيمات والحركات الكردية في روجهالات كردستان إيران، فحددت مواقع عدد من مفارز بيشمركة الديمقراطي الكردستاني إيران على حدود كفر للحرس الثوري الإيراني. كذلك في أيار 2001 قامت بتسليم 15 من أعضاء حزب روجهالات كردستان أجريسور مع زعيم الحزب إلى الدولة الإيرانية في منطقة كلاشين، فأعدمت إيران معظم هؤلاء الأشخاص بما فيهم الأمين العام للحزب. في المقابل مهما حدث فإن إيران لن تقصف مناطق الباكيكا، وينتقل جميل بايك إلى طهران ويستقل طائرة منها إلى دمشق. وبإخفاء هذه الحقائق التاريخية يؤمل أن يؤمن الجميع بالحكمة والعقلية الدبلوماسية لأوجالان والباكيكا. لكن حقيقة الوضع هي كالتالي، تمتلك الباكيكا من المعروف لدى العدو على قدر صنيعها في محاربة الحركات والتنظيمات الكردية وجرها للكرد نحو أنظمة الدول الاستعمارية المحتلة لكردستان. القمتان الثانية والثالثة لأزمة الشرق الأوسط مرتبطتان معا ارتباطا وثيقا، والعراق وإقليم كردستان هما محور تلك الأزمة. وإدراكا لهذه الحقيقة بعد الهجوم على أبراج أمريكا في هجمات 11 من سبتمبر وإسقاط نظام صدام، قام دول الشرق الأوسط بسياسة تتمحور حول العراق، وأصبح تقليص إقليم كردستان وخلق الياس لإدارته
لغاية القضاء على هذا الكيان الاتحادي هدفا للعملية الجديدة. دون تحليل تفاصيل هذه العملية في كردستان، يمكننا تقييمها في 6 نقاط. أولا، إقامة أجلاء في إمرال في قبضة دولة تركيا، وإعلان وقف إطلاق النار عام 99، وإنهاء العملية بقرار الأول من حزيران عام 2004. ثانيا، الحكومة العراقية الشيعية والولائيين لإيران وقطع رواتب وميزانية إقليم كردستان وإدارة سياسة الفوضى. ثالثا، هجمات داعش على إقليم كردستان. رابعا، تموضع البكك في حدود كردستان في خانقين وجرميان وكركوك وصولا إلى شنغال بتكليف وإعاز إيراني. خامسا، خيانة الوحدة إلى كركوك وطرد البيشمركة من المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كردستان. سادسا، تحويل عائدات نفط كردستان إلى بغداد ومحاولة تدمير الاقتصاد. تحت هذه العناوين الستة، فإن مخطط التآمر وتدمير كردستان هو مسؤولية البكك. ففي الألفية الثانية، أوجدت تركيا وإيران البكك على الساحة السياسية الإقليمية لمحاربة مكتسبات ومنجزات إقليم كردستان. عام 99، لم تطلب الدولة التركية من البكك نزع سلاحها، بل طلبت منها الانسحاب والتمركز في إقليم كردستان، واحتفظت بالبكك كأداة لغاية عام 14، وعندما كانت في أمس الحاجة إليها، دفعتها إلى ساحة المعركة. فمما لا شك فيه أن الخطوة التي تطلق عليها البكك تسمية قفزة الأول من حزيران تمت بإرادة تركيا وضوء أخضر تركي. فالعملية التركية الجارية حاليا على طول المناطق الحدودية لإقليم كردستان تم التخطيط لها في ذلك الوقت، وكذلك انتهجت إيران سياسة مماثلة. فبعد هجمات داعش، أطلقت إيران خططها ضد إقليم كردستان والتي تتمحور في التمركز في كركوك وسهل نينوى. في حزيران 14، تم استدعاء نيتشيفان بارزاني إلى طهران، وقيل له: نحن لا نقبل خطواتكم نحو الاستقلال، إذا تحركتم ضدنا فسنتحرك ضدكم، ولو استخدمتم الأحزاب في رجالات كردستان فسنستخدم نحن أيضا أنصار الإسلام وحزب العمال الكردستاني. وبموقفها هذا كشفت إيران ما تخطط له، فالقوة التي جلبت البكك إلى كركوك في آب 14 هي إيران. قال محافظ كركوك آنذاك المرحوم نجم الدين كريم: تم إعلامنا أنه لو نفذ داعش عملية في محيط كركوك فإن مجموعة من قوات فيلق القدس الإيراني ستحمي كركوك. وبعد شهر قالوا لنا إن حزب العمال الكردستاني قادم إلى كركوك لإخلاء المطار القديم لهم، أي أن البكك هي فيلق القدس الإيراني الذي تحدثوا عنه، فإيران هي من جلبت البكك إلى كركوك. بعد هجمات داعش توفرت فرص النقل لمخيم مخمور، لكن البكك أصرت على إعادة أهالي المخيم إلى مخيم مخمور، وذلك من أجل التموضع بين مدينة كركوك والموصل، واتخذ القرار في بغداد. وخلال زيارة قائد البكك صبري أوك ورضا ألطون إلى بغداد، صدر قرار تمركز البكك على خط كركوك الموصل شنغال. ومن أعد هذا المخطط كان بالتأكيد إيران، أي أنه منذ التسعينيات ولغاية الآن تم التخطيط لتواجد البكك في إقليم كردستان من قبل الدول الاستعمارية المحتلة لكردستان، وكل ذلك تم في إطار الجبهة المعادية المناوئة للكرد. فعندما ننظر بهذه الحقيقة التاريخية إلى تواجد واستمرارية البكك في شنغال، فسوف نفهم وظيفة البكك ومهمتها بشكل أكثر وضوحا. أما الشائعات القائلة أن 12 مقاتلا من الجريلا أنقذوا آلاف الإنسدين ليست سوى خرافة وقصة وهمية تروى لجهل لا يعرفون ألف باء السياسة.